السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هوندا شير ده موقع متميز، يعني حتى لما تيجي هنا تلاقي ان هو ليه منتجات في مجال الفيديو، وبرضه في الدايجرام، في البي دي اف سوليوشن، اليوتيليتيز، حاجات يعني اسامي مشهورة. دلوقتي ممكن تشتغل برضه بالذكاء الاصطناعي ان هو يقول لك حلول، فممكن تراي ناو، بيقول لك بقى شوف انت عايز تعمل ايه، ممكن ترفع صورة ويبدأ يشتغل عليها. يعني خلينا مثلا نقول له اعمل لي انيماتيك لمثلا elephant flying وستارت تو بروسيس، يبدأ يعمل لك الصورة بالشكل ده. طبعا كل مرة بتقول له ستارت تو بروسيس رغم ان انت مغيرتش الانبوت، لكن الاوتبوت هيختلف لان هو بيطور نفسه، اختلافات لا تكاد تذكر يعني. طيب على العموم ممكن ترفع صورة من عندك ويبدأ ان هو يعملها لك بالشكل انيماتيك او ايبك. طيب خلينا مثلا الغي ديت. تمام، هنا لو انت عايز تستثني حاجة، تمام، ممكن تقول له راندوم وتشوف الحاجة العشوائية، بيقول لك باندا لابس حاجة فاشون براند. طيب ممكن نقول له بقى ايه، الغي الكلام دوت، وانا بيقول لي استثني، واقول له ابلود واختار صوره. ونشوف هو عدل في الصوره دي ازاي.